واجعلني من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم.